منور الدنيا. اهلا بيك استاذ محمد وبكل مشاهدين قناه نادي الاهلي. الاجواء والاحداث اللي بتحصل في العالم كله بالتاكيد كلها مرتبطه بعنوان واحد، فيروس كورونا بيجتاح العالم وتاثير سلبي على الرياضه وعلى كره القدم بشكل خاص. المشهد بشكل عام شايفه ازاي وبترصده ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الفكره كلها ان المشهد ضبابي دلوقتي، يعني محدش عارف الامور رايحه فين ماشيه ازاي. يعني دايما بنتكلم على اجتماعات الاتحاد الاوروبي، اجتماعات بكره المفروض ان في اجتماع الاتحاد المصري لكره القدم، اجتماعات المفروض الاتحاد الافريقي، بس الفكره كلها اللي بيشغل بالك هيجتمعوا يقولوا ايه. الفكره لحد دلوقتي اللي احنا فيه مش عارفين الامر ده هيطلع امتى، هيخلص امتى. الامور والوتيره شايفها متصاعده، يعني شايف ان مصر مثلا بتشدد من يعني المفروض ما فيش حركه طيران بدايه من يوم الخميس لحد اخر الشهر. اكيد ده بيترتب عليه برضو ان انت مش عارف، انت بتحاول تحاصر الامر بشتى الطرق. مظبوط. طبيعي لو جيت تفكر الامور تمشي ازاي، مش يعني صعب التصور نفسه، صعب تصور انك هتشوف النشاط هيرجع امتى. احنا اتكلمنا في اسبوعين، الناس اتكلمت في اسبوعين، تقارير طلعت، وزير الرياضه امبارح في تصريح ليه قال ما بنوعدش ان الرياضه ترجع بعد اسبوعين، وكلامنا ده مش معناه ان احنا هنلغي الموسم. انا شايف ان ده تصريح مهم، اللي هو مش هنلغي الموسم قصدي، ومش هنوعد، يعني لا هو لا خليها بالترتيب كده، ما نوعدش بالعوده بعد اسبوعين، ومش معنى كلامي ده ان الموسم هيتلغي، لكن وارد، كل شيء وارد، كل شيء في الوضع اللي احنا فيه من وجهه نظري هو وارد. قصه انك ما ينفعش تدعو او تتكلم بنظره تشاؤميه او انك تتكلم في موضوع بعيد، انا شايف ان احنا المفروض نحط سيناريوهات لكل الاوضاع، يعني لابد ان احنا انا بقول لك انا مش عارف ان هم هيناقشوا ايه، لكن لازم نقعد ونقول لو هنرجع الرياضه بعد اسبوعين الوضع هيكون عامل ازاي، بعد شهر الوضع هيكون عامل ازاي، لو لغينا الموسم الوضع هيكون عامل ازاي. ما ينفعش افضل رد فعل، لابد ان يكون عندي ملفات وعندي سيناريوهات محطوطه علشان اشوف الامور هتمشي ازاي. لو تم الحاله دي، لو تمت هتعامل معاها بالوضع ده، الحاله دي لو تمت هتعامل معاها بالوضع ده. لو قعدت مستني اكيد هخسر كتير وقت، هخسر كتير اقتصاديا اكتر من الخسائر اللي انا موجود فيها. بناء على السيناريوهات دي ويتم اعلانها، ممكن كمان الانديه تتعامل مع هذه السيناريوهات، تقول لك انا لو تم تطبيق ده هعمل كذا، ولو تم تطبيق ده هعمل كذا، ولو تم تطبيق ده هعمل كذا. هي دي الفكره قدامي. فكره بقى ان احنا نتكلم ونفضل نقول المشهد ضبابي بدون ما نحط حلول، ده صعب طبعا، ما ينفعش. طب ايه دور الاعلام في الملف ده تحديدا او في الجزئيه دي؟ هو دور الاعلام في الوقت اللي احنا فيه، انا شايف لحد اللحظه اللي احنا فيها مع احترامنا الكامل، يعني ان في بعض الناس بتتكلم بشكل منطقي وشكل عقلاني، وفي بعض الناس بتدخلنا في امور ابعد ما يكون عن الوضع اللي احنا فيه. يعني مش حاسين، يعني الدوله حاسه بخطوره الوضع، المواطن بدا يحس بخطوره الوضع، شايف ان احنا بقى فينا لا قاعدين بنتكلم في حاجات فرعيه. يعني شفت تقريبا برنامج بيتكلم يقول لك احنا كنا في، وسؤال من ضمن الاسئله المطروحه، احنا كنا بنستعين بالشيوخ في تحديد قوائم المباريات مع تقريبا مع كابتن حسن شحاته ولا لا؟ انت قصدك فتره الفراغ دي بقى نقعد نقضيها بقى في ذكريات لا لو هنقضيها في ذكريات طبيعي على فكره. تمام. طبيعي انك هتعمل تدوير وانك هتتكلم في ذكريات، مفيش نشاط. بس ما اقعدش بقى اتكلم، لا بس لازم تشوف حلول للموضوع ولازم تناقش ولازم تشارك الناس، ما اقعدش اتكلم في قصص لا هتودي ولا هتجيب زي ما الناس بتقول. طب ما تيجي نروح للقصص اللي ليها اهميه، لان انا كنت في الانترو بتكلم على رسائل نجوم الكره في العالم وازاي في التوقيت ده حتى لو في عزل وفي حجر صحي لكل اللعيبه في التوقيت ده ازاي تتعايش مع الموضوع، لكن وهي بتتعايش لازم توجه رسائل للجمهور، لازم توجه رسائل للناس كافه، سواء اللي بيحب الكوره او اللي ما بيحبش الكوره، لان النجم ده نقدر نقول قيمه كبيره عند المشاهد وعند المتابع للكوره. فتيجي نشوف فيديو كده لاحد نجوم الكوره في العالم، ايفان راكيتيتش طبعا نجم برشلونه، وهو بيوجه رساله كده للعالم وهو موجود في العزل وفي الحجر الصحي. تمام. في التوقيت ده، لان دور الميديا في التوقيت ده لازم دي الرسائل اللي توصل للناس، ان احنا نقدم عدد من الماتيريال او المواد التلفزيونيه
عشان الناس تعرف العالم ماشي ازاي وفي نفس الوقت تستفيد باي رساله ممكن تتوجه ليهم. نشوف طبعا. نشوف. طيب نشوف ايفان راكيتيتش نجم برشلونه بيوجه رساله لشعوب العالم. Muy buenas. Soy Iván Rakitic. Y bueno, os quería mandar un mensaje desde casa. Creo que es muy importante que